تعال والله يحييكم. يا هلا 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 والله هلا يا مرحبا يا ابد الدروازه ما غابت الا باسمها. هلا والله حبيبي انا منورنا والله. هذا تميم. هلا والله. وهذا ايف مساعد. ارحب ارحب. هلا 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 بخير بقدر. مرحبا. مرحبا. ابن ان شاء الله. هلا وغلا. ارحب يا ذيب. اهلا وسهلا. ايش اسمك؟ اكيد تعال جنبي. تعال. اهلا وسهلا. الله يحييك. تعال هنا تعال هنا. هلا هلا. ما حد يتكلم عن نواف يا الله يحييك. تعال ركوني هنا. تفضل يا شباب تفضل. هذه ترى رحت بس ما لقيت احد. معذره. قرت عينك يا عبد الله. قرت عينك يا عبد الله. ربكم يجعلكم ذخر يا احبائي. مبسوط. والله قد الدنيا يا رب. انا كنت اقول انك اقل المتسابقين خروجا طيله ال 47 يوم. 47 يوم صح؟ هذا العوض لو ان طال عمر ما يجينا بهالبرنامج الا جيت متكفين يا ابو. انبسطت كثير؟ اي ورب الكعبه. لسه في احد مشتاق له؟ والله انه فيه واجد. من؟ فيها الوالده والوالد الله يخليهم لي. الله يخليهم لك يا رب الكعبه. مشتاق له مره. اليوم صدمتوني خميت الثاني للثاني طالع مع الجهه الثانيه ما ادري من اخ ما ادري من اخلي. اهم شيء انك انبسطت. اي ورب الكعبه. الله يعطيك العافيه. الله يجعله دوام الله يطول. لا والله قرت عينك وما شاء الله تبارك الله. ايش اسمك انت؟ مساعد رمضان. والنعم والله والنعم. وانت شو اسمك يا بطل؟ اصبر قاعد يعد الحلقه الفضل. اه قاعد تقرا. اوه ما شاء الله الناقد الجديد. خلنا نشوف الناقد. شو اسمك انت؟ لفيت لامك تميم. ليتك بدا واحد في خاطري والله. ليتك بدا واحد. ايش فيك يا فهد؟ وانا اركض احملك على طول. شو اسمك؟ ما دريت اني انا. اي والله حتى والله والله والنعم. وانت يا ذيب شو اسمك؟ ركان. والله والنعم. سالفه دقيقه اسال ايش كنت تقول له؟ أقول أمي موجودة هنا. الله يخليها لك ويخليك لها. هذا شيء يعتز به. روح روح روح. أمك موجودة. خرب المفاجأة. الله يسلمك. راحت المفاجأة. أصبر أصبر هو ما يدري أن أمه موجودة. لا ما يدري. أمس وأمس خرب المفاجأة. يا سلام أنت رجع. بيض الله وجهك. أنا أحب اللي تعزي. بس خربتها. طبعا طبعا هذا عبد الفريدي. سلمت عليك وحدك. أمك كنا نخليها مفاجأة هنا في ياخذها كاش. لكن ليه خلطتها؟ كنا نبغاها مفاجأة ناخذها كاش بس ذيبان يعني استعجل علينا الله يعطيه العافية. شكرا يا شباب. لا تروح تروح. كيف عشان أبي عبد الله يفرح؟ والله يستاهل والله وستين نعم. يا ريكان ريكان الله يوفقك لك تبغى أخوك يفرح. أنت رجال وانا يعجبوني الرجال. ها الله الحين ما هو الحين يا اخواني ايش المقدم؟ الله 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 يا هبل. بسم الله عليك. انت مش يا ركان انا صوتي مش ناقله. انا لازم اضبط. يمي يمي شفت ايش قلت له؟ احنا هواء. لا هو ام شافني بالمتجر هذاك حسبني ولد مشاريع تبي. ام طلعت وصلت ونعم. الله يعطيك العافية. أقمز حلو أقمز. يا ما شاء الله الله يسلمك. وما قصرت. طيب شو رأيك تكمل معنا اليوم الحلقة؟ شو رأيك في المتسابقين؟ خلص. لا شو رأيك في المتسابقين؟ ها؟ عجبوك ولا ما عجبوك؟ صدق عجبوني. لا لا إيش أكثر شيء ما تحبه فيهم؟ صدق أنا حلبت أحب الواقع. أصبر أصبر أصبر. حلبت الواقع. حلبت الواقع. نحب عندهم ماي. تفضل يلا أيوه كمل. أصبر في هنا تفضل. أنا أحب الواقع كثير. وانا احبك كثير. كفو. طب اسمع اسمع تحب هذاك الشخص؟ ايه. وش اسمه؟ دعوة. ايش؟ دعوة. اسمه سعود. ايه ركان ما شاء الله. سعود. وانا ايش اسمي يا ركان؟ فهد معيان. انا كويس ولا ماني كويس؟ يعني اصح اصح. لا. قوي ركان الله عليك. وهذا كويس ولا ما هو كويس هذا؟ نواف؟ ايه. كويس حبيبي عبد الخالق حبيبي كويس وسعود بيض الله وجهك ها سعود كويس انا الوحيد اللي ماني كويس الله المحبه بالقبول طيب يوم الله يعطيكم العافيه يا شباب شرفتونا والله ما قصرتوا شكرا وشكرا لكم العافيه مره ضبطتوا المفاجاه حقتنا يعطيكم العافيه سلم عليك يلا ركان من هنا تحبني انت ولا لا يا هلا والله الله يسلمك يا رب يا كبير الحمد لله على السلامة الله يسلمك يلا ركان تروحون معي انت تميم خلهم ياخذون راحتهم يا رجال يا ليتي عبد المحسن يبغاكم
شكرا يا شباب شكرا يعطيكم العافية شكرا. احساس احساس سيء انك تشوف نفسك كريه. عموما ما شاء الله خربت المفاجاه. كنا نبغى نباجي عبد الله الفريدي. لا اما يقول ابي عبد الله يفرح